إذا نبدأ من الوطن، ومعك يا باشمهندس محمود، كيف هو الوطن في حياة الشيخ أبو سرور؟ الوالد رحمه الله كان وطنيا بطبعه، منذ نشأة أظفاره وهو يحن ويتغنى بوطنه، حتى يكاد أن الآخرين يطلقون عليه عاشق عمان. عاشق عمان، وكانت هذا اللقب الذي أطلق عليه اشتهر به، فكأنه إذا تكلم عن عمان كأن الآخرين يسكتون، يعني من كثر وصفه وفخره ببلاده. من هذه الأشياء أو القصائد اللي قالها، مثلا مثل ما ذكرنا في المرة الماضية عمان الماضي والتاريخ، وكذلك قصيدة على قصبات السبق: نحن لنا السبق، درل كل هذا يعلم الغرب والشرق. الشرق. وقصائد كثيرة، أترك المجال يا عبد الحميد حتى يبدأ في هذا المجال أكثر. بارك الله فيك محمود. إذن عبد الحميد، نواصل ما قاله الأخ محمود، كيف هو الوطن وحضوره بالشيخ أبو سرور؟ الوطن حقيقة مع والدي رحمة الله عليه كان يسكن روحه، يعني باختصار لم تغب عمان أبدا، لا في داخل عمان ولا في خارجها عنه. في عام 1964، يعني كان سنه 24 سنة تقريبا، في دمشق، كان في سوريا، وحن إلى البلاد إلى عمان. وكان هناك نهر بردة السوري يمشي، فتخيل سمائل وتخيل واديها، فقال: هل في دمشق وهل لي في مغانيها؟ هل في دمشق وهل لي في مغانيها أنشودة كنت أخفيها فأبديها. هو هذا، ممكن حتى نقرأ من هذا الديوان. نعم. باقات الأدب. نعم. ربما الكاميرا، هذا الشكل الأصلي، ربما الكاميرا ما أعرف تستطيع أن ترى، لكنه أول ديوان قام به هو إلى أيكة الملتقى، وثانيها وباقات الأدب. نعم. ففي باقات الأدب يعني يقول الوالد رحمة الله عليه في دمشق: هل في دمشق وهل لي في مغانيها أنشودة كنت أخفيها فأبديها، أم في رياض. هل في دمشق وهل لي في مغانيها أنشودة كنت أخفيها فأبديها، هل في بلابل أغصان بغنتها يميس مطربها طوعا وقاسيها، أم فيك يا برد أنشودتي وجدت والماء يبعث للظمآن ترفيها، أم في رياض ربت هل هلت عسجدها زبرجدا وفنونا لست أحصيها، يا جد أنعم بآمالي مضفرة حقيقة أو كمعنى من معانيها، أما لمشكلتي حل أفوز به كيف القضايا إذا ما عز قاضيها. بعدين بدأ يذكر: يا طيف حي من الفحم. هذه تدرس في 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 الثالث إعدادي كانت، وما زالت تدرس. يا طيف حي من الفيحاء أعاليها، حي الرياض وحيي لي فواغيها، حي المساجد حي القائمين بها رهبان نيل أسودا في دواهيها، الرافعين بنود المجد عالية والخافضين من الأعداء أعاليها، والحاكمين بما جاء الرسول به وسنة المصطفى، أو الحاكمين بما جاء الكتاب به وسنة المصطفى الهادي لبارها. فهذه القصيدة طويلة هي حقيقة، يعني لأن الشوق كان كبيرا وطويلا، أخذت منها في إذن هي قال في سوريا، في يعني شوق وشوقا للوطن. نعم. شوقا لعمان، شوقا لعمان. نعم. وشوقا لأولاده في عمان. وبالتالي هو لما بدأ القصيدة، بدأها ثم عرق، بدأها بدمشق خاطب، ثم خاطب الفيحة بعد ذلك، ثم عرق إلى بساتين الفيحة. وهناك أيضا قبل أن يعرق إلى بساتين الفيحة ذكر: أكرم برائدها الطائي مازينها، ذاك الأرومة من أعلى يمانيها، أودى بها بدقين من على جبل قضى على شرك قاصيها ودانيها. فعرق حداري تاريخ عمان، يعني لما أسلمت، يعني لما ذهب مازن إلى 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 الرسول صلى الله عليه وسلم فسأله الدعاء
يعني لما يقول حتى أتت حضرة المختار قائلة، يعني كأنها الناقة وهي تسري وصلت هناك، حتى أتت حضرة المختار قائلة: الله ربي وحسبي أنت هاديها، آمنت بالله ربا والهدى أبدا دينا، وأنت نبي مصطفى فيها، بدت على وجه خير الخلق غايته من السرور، وقد أثنى لطائها، وقد ألثت على الفيحاء غادية من فيض دعوة خير الخلق تسقيها، فعم كل عمان مزن مازنها بدعوة المصطفى غيثا يرويها. فهو يعني وهو في الغربة هناك استحضر تاريخ عمان، استحضر دخول عمان بلا حرب ولا جيش ولا، يعني دخول عمان يعني بين قطر وهي مملكة كانت، نعم نعم، عليها ملكان، نعم، يعني دخل الإسلام ودخلت عمان الإسلام بلا حرب ولا جيش من الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا يحمد لهم، نعم، بينما دخلت قرى بالفتح، نعم، الفتوحات وما إلى ذلك الأمور. فكان يعتز بعمان وهو في الغربة،